تلاقي إيه بقى ريهام خاضت مغامرة أكثر صعوبة يعني لأنه بقى إيه يعني إحنا بنتنا اللي درست نظم المعلومات جاية تقول لنا أنا عاوز أخش أدرس تاني من أول وجديد موسيقى وهغني أه؟ أه. عملتي إيه؟ ما بصراحة فتحتهم في البيت قلت لهم أنا حابة أدخل معهد موسيقى لا قبل ما تفتحيهم إنتي إيه اللي الحكاية شخشخت في دماغك؟ ما هي موهبة من زمان بقى طول عمرك بتحبي تغني اه بس انا ما كانش في دماغي بقى ان انا اخد الـ الـ الغنى ككارير انا كان في دماغي انا بحب الاطفال فقلت انا يعني هعمل حاجه هدرس لهم مزيكا بقى مش. فقلت هعمل بحاجه بحبها وكمان هبقى مع الاطفال اللي هو بحبهم م. بس لحد ما دخلت المعهد و وجات الحفله اللي عملتها قدام السيد الرئيس أيوه. فقلت لا يعني خلاص دي خطوه كويسه انا هبتدي بقى يعني اغني انا حاسه ان دي حاجه كويسه فمن ساعتها بصراحه بدات وهم كانوا سبورت جدا معايا في البيت وبدأتي تدرسي موسيقى بالفعل أوه. دخلتي مع موسيقى عربيه صح وخلصتيه بعد الكليه على طول خط لزق طب ليه ما خدتيش القرار ده <applause> من بدري يعني بدل الاربع سنين بتوع الكليه الاولانيين كنت اخش موسيقى عربيه و... بصراحه وغندز. ما ما كانش في دماغي يعني ما كنتش حاسه ان لا دي ممكن تبقى حاجه ادرسها يعني <applause> هي من زمان بغني وعادي في, في الناس كده بغني وبدندن و... اه اه بس لا ما قلت لا لازم يبقى ده انا عايزه بقى هشتغل حاجه بحبها انا مش بحب نظم معلومات مش بحبها <applause> فكنت بنجح لو هو بذاكر <applause> عشان انجح اه فقلت لا انا مش هقعد طول عمري بقى اشتغل في حاجه كمان ما بحبهاش قوي فلا انا هروح على حاجه بحبها على طول اه <applause> انا درست اقتصاد طلعت مذيع اه واضح ان اللي بيدرس اقتصاد بيعمل دايما دا حاجات مختلفه لا بس بنتفوق جدا والاقتصاد دول مختلفين عندنا انحيازات ناحيه بتوع اقتصاد انا زي مزهلة. مزهلة. انا مذهله عنصري ناحيه خارجين أو الاقتصاد أوكي.